ماذا تعرف عن الشيخ الريميتي؟ كان شيوخ وشيخات البدو في غرب الجزائر يغنون في حفلات الزفاف والختان والاحتفالات الدينية وفي سائر الأيام في المقاهي والحانات. ومن بين أشهر الشيخات اللواتي عرفنا هذا النوع من الغناء، تربعت الشيخة الريميتي على عرش أغنية البدو إلى جانب الشيخة الجنية والشيخة نجمة وغيرهن. سعدية بضياف المعروفة باسمها الفني الشيخة ريميتي هي من مواليد 8 ماي 1923 في تسالى قرب مدينة سيدي بلعباس غرب الجزائر. عرفت اليتمة منذ أعوامها الأولى، حيث وجدت نفسها مجبرة على الرقص في الحفلات لتظفر بلقمة العيش في جزائر ترزح تحت ثقل الاحتلال الفرنسي. فبعد قرن من الاحتلال، كان أغلب الجزائريين يعانون من صعوبة العيش والبؤس اليومي، حيث كان لهذه الظروف الأثر الكبير على النساء خاصة في المناطق الريفية، وكان الرقص والغناء الطريقة الوحيدة للكثيرات لكسب لقمة العيش، وكانت الصغيرة سعدية من بينهن. تقاسمت الشيخة ريميتي حياتها في الطرقات مع فرقة موسيقية متجولة والتي التقتهن في سنوات الأربعينيات من القرن الماضي، وسرعان ما اشتهرت بصوتها الأجش في الغرب الجزائري. مغنية الحفلات الصغيرة المدعوة ريميتي التي أخذت اسمها الفني من عبارة ريميتي نو أبواغ بالفرنسية، والتي تعني اسقونا خمرا من جديد. قامت بأول تسجيل لها سنة 1952 تحت عنوان الراي الراي من إنتاج باتي ماركوني، وأتبعته سنتين من بعد بتسجيلها الشهير شرق قطع مزق وقطع، والتي غنت فيه عن علاقات الجسد، حيث يرى البعض أنها كانت تهاجم فيه طابو عذرية البنات، حيث تقول فيه مزق قطع ستأتي ريميتي وتقوم بالترقيع. ومن هنا بدأت أغانيها تذاع في الراديو. بيدين مطليتين دائما بالحناء مرفوقة بالقصبة، عبارة عن آلة جزائرية تشبه الناي، والقلال آلة إيقاعية جزائرية أيضا، غنت هذه الريفية الأمية والتي علمها الفقر والبؤس موسيقى الراي لمدة نصف قرن. وإلى وفاتها تركت ما يقرب عن 200 أغنية ملأة بالاستعارات والتصريحات المباشرة التي تتغنى بالحب والرغبات المحرمة والخمر. فكانت تقول: يا العالية قال لك نباتوا هنا، يا العالية قال لك نسكروا هنا. وكانت تقول أيضا: الحد والتنين وبايت عندي ليلتين، فراش المحبة وحرام عليا نرفيده. غنت أيضا الريميتي عن طابو الإجهاض فقالت: يا جيش البحرية وكلاني الحوت، البحر حقرني الدادي فونارتي، نزور سيدي المجدوب ستار العيوب، دفنتها في الرملة على شط بوزفيل، دفنتها في الرملة وعزاني الحوت. تغني الشيخة ريميتي هنا عن فتاة قام أحد جنود البحرية بالاعتداء عليها، فصارت تزور قبر الأولياء الصالحين علها تستر عارها، لكنها في الأخير أجهضت في شواطئ بوزفيل في شاطئ وهو شاطئ في مدينة وهران، ودفنت ابنتها في الرمال وعزاها الحوت. ريميتي التي تفاءل الإسلاميون عندما كانت في غيبوبة بعد تعرضها لحادث مرور مأساوي هي وفرقتها، فردت عليهم بعد استفاقتها بأغنية جعلت أحدهم يقول: يا ليتها لم تتعرض للحادث حتى لا ترد علينا وتشهر بنا. سافرت إلى فرنسا لأنها كانت تتعرض للمضايقات مثل الكثيرين من مغنيي الراي، حيث لم يكن يسمح لهم بالغناء في الحفلات الغنائية والمهرجانات، فاستقرت في باريس منذ سنة 1978، لكنها ظلت تؤدي الأغاني في مقاهي وحانات الجالية المغربية، وانتظرت لسنة 1990 لتعود للأضواء في كبريات القاعات. فأدت سنة 1994 أول حفل لها في مركز العالم العربي في باريس، وفي نفس السنة أصدر لها ألبوم سيدي منصور، حيث أدخلت الموسيقى الإلكترونية. هذا الألبوم الذي أنتج في باريس ولوس أنجلوس بمشاركة عازف الجيتار الشهير روبرت فريب والباسيست فليا عازف فرقة ريد هوت شيلي بيريز. في سنة 2000 ظهر لها ألبوم نوار الذي حصل على الجائزة الأولى للأسطوانات مثل أكاديميست تشارلز كروس، فعرفت أخيرا حقبة الحفلات الكبرى في القارات الثلاث
إفريقيا وأوروبا وأمريكا بعد أن قامت الريميتي بإحياء آخر حفل لها في المقبرة الإسلامية لمدينة بوبيني الفرنسية. أصيبت مباشرة بعدها بأزمة قلبية في سنة 2006 وتوفيت على إثرها، ونقل جسدها لمدينة وهران حيث دفن في مقبرة عين البيضاء. نضال الفنانة الشيخة ريميتي من أجل كسر الطابوهات في مجتمعها المحافظ أعطاها شهرة واسعة، رغم أنها كانت تتعرض في كثير من المناسبات للرفض، إلا أنها كعادتها كانت ترد بالتجاهل مغنية وخليهم إلى بغاو يموتوا. شقت ريميتي لنا طريقا للحياة، حيث النضال من أجل الحرية في عالم مليء بالآلام، لكنه عالم يستحق رغم كل شيء أن يعاش ويكافح من أجل تحسينه. وفي الأخير لا ننسى نداءها للشعب الجزائري في أغانيها من أجل النضال، ليس فقط للتحرر من الاحتلال ولكن أيضا من أجل الحريات الشخصية.